خالد عصام، ممتازة تمريرة إلى أنس العوضات، العرضية تأتي ونداي، والهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق عبد العزيز نداي، سيخرج أيضا بعد هذا الهدف هدف ثالث وثنائية شخصية لعبد العزيز نداي، هدف ثاني شخصي لنداي وهدف ثالث للوحدات، هدف بالرأس وهدف بالقدم اليمنى، وعبد العزيز شاهد التمريرة ممتازة من أعتقد أنس العوضات، وبكل براعة يستقبل لنداي الكرة، أنس بالصناعة، وشاهد الخطأ كان بالتمركز الدفاعي لعمار البطاينة، وبالتالي انداي بكل هدوء بيستقبلها بدون أي مضايقة بدون